Assalamu alaikum everyone. Today we are talking about pre-living amoebae. These amoebae are small, freely living, widely distributed in soil and water. And can cause opportunistic infections in human. Among the many genera of free-living amoebae that exist in nature, only four genera have an association with human disease. They are Naegleria fowleri. Naegleria fowleri is a causative agent of primary amoebic meningoencephalitis. Acanthamoeba species causes a granulomatous amoebic encephalitis and amoebic keratitis in contact lens wearers. Number 3. Paramoethia and Sabinia species. Pre-living amoeba, they are different from intestinal amoeba by naturally found freely outside the host in the environment, in soil and water. Also, they cause opportunistic infection affecting central nervous system. Naegleria is typically found in warm freshwater such as ponds, lakes, rivers and hot springs. Naegleria fowleri, only one species, is known to cause infection, also known as the brain-eating amoeba. In morphology of Naegleria fowleri, Naegleria fowleri exists in nature as cyst and trapezoid form. The trophozoid stage occur in two forms, اللي هي الاميبويد and flagellated form. طبعا هذه الصفة هي راح تمتاز بها النيجليريا فولاري عن السبيشيز الأخرى اللي موجودة راح نتكلم عليها إن شاء الله لاحقا اللي هي الأكانثا ميبا سبيشيز. التروفوزود ستيج قلنا راح يعني يمتلك على شكلين أو مرحلتين اللي هي الأميبيك تروفوزود عن فلاجليتد تروفوزود. ما يتعلق بالشكل الأول اللي هو الأميبيك تروفوزود، هنا هذه الصورة توضح الأميبيك تروفوزويد وصفاته المظهرية الخاصة به. طبعا وهذا الفورم it is the only recognizable form in humans. وبما انه هو تروفوزويد وأميبيك تروفوزويد، اذا راح يمتلك على الكوموشن أورغان اللي هي احنا اتفقنا يعني على تسميتها هي اللي هي راح تكون السيدوبوديا. لكن هنا بالفري ليفينج اميبا وبالنيجليريا فولاري بالتحديد راح تمتلك يعني شكل
يختلف نوعا ما عن السيدابود يلي موجودة بالإنتستينال أميبا. هنا أنا راح تكون لوبيت سيدابوديا شكل يعني مثل أشبه بالفصوص، يطلق عليها اللوبوبوديا. أيضا راح يمتلك على يحتوي السيتوبلازم، هذا السيتوبلازم راح يكون غرينولار يحتوي على الفود فاكيولز، بإضافة إلى وجود السنجل نيوكلياس اللي تمتلك السنترال كاريوسوم. أما الفلاجيليتد تروفوزويد أو الفلاجيليتد فورم راح يتكون نتيجة لتعرض الأميبيك تروفوزويد إلى change in ionic concentration such as placement in distilled water at 27 to 37 centigrade، حيث راح يتحول من الشكل الأميبي اللي راح يكون هو irregular إلى pear shape، ويعني تظهر أو راح يمتلك على التو فلاجيلا اللي تساعد بعملية الحركة بين الليكويد ميديا اللي موجود بها الباراسايت. ونتيجة لوجود هذه الفلاجيلا راح تعطي حركة خاصة به تكون typical jerky or spinning motility، نسميها jerky motility، يعني أشبه بالحركات التشنجية أو الارتدادية أو الدورانية حول نفسه عندما يبدي بالحركة. طبعا وهذا التحول والتغير من التروفوزويد فورم إلى الفلاجيليتد فورم تكون عملية very quickly، حيث تحدث خلال few hours. الفلاجيليتد فورم هذا عندما يفقد الفلاجيلا اللي يمتلكها they revert back to amoeboid form. هذا ما يخص المورفولوجي of trophozoid. راح نتكلم على الطور الثاني اللي هو السيست ستيج. السيست ستيج راح يكون شكله spherical، يمتلك على single nucleus، وهذه النيوكلياس تكون identical to that found in the trophozoid. طبعا هم ما يمتاز بالسيست هو راح يكون surrounded by thick smooth double wall، هذا وهذا الوال راح يمتلك على بورز مسامات او ثقوب. هذه البورز يطلق عليها اسم الاوستيول، وهذه الاوستيول لها فائدة او لها اهمية بعملية حدوث الاكسستيشن، يعني تحول السيست الى تروفوزويد فورم. أيضا فيما يتعلق بوجود السيست راح يكون هو موجود بال external environment، ما راح يكون موجود بالهيومن body، يعني ما راح يكون موجود بالتشو، لكن فقط راح يكون موجود بال culture medium in the lab. هذه الصور هي توضح لنا شكل التروفوزويد of نيجليريا فولاري in brain tissue. life cycle of نيجليريا فولاري
الأميبويد form is the invasive form and also the راح يكون هو الانفكتيف form of the parasite. أما بالنسبة ل طبعا هذا هو راح يكون التروفوزويد أو الأميبويد form اللي هو قلنا راح يكون هو الانفازيف form والانفكتيف form. أما من ناحية أو المود of transmission المن راح يحصل على الانفكشن by nozzle contamination during swimming in fresh hot water bodies like ponds, river, swimming pools or lakes. بالنسبة للflagellated form والcyst stage ايضا ممكن تدخل مع التروفوزويد stage او الاميبويد form الى الهيومن، لكن سرعان ما تتحول الى الطور المصيب اللي هو الاميبويد form. الأميبا migrate to the brain via the olfactory nerves causing primary amoebic meningoencephalitis in healthy individuals. إذا الدياجنوستيك ستيج هي راح تكون التروفوزويد ستيج أو الأميبويد فورم in CSF and brain tissue. اللابراتوري دايجنوسيس من خلال معرفتنا النقاط الرئيسية لللايف سايكل مكان تواجد الباراسايت الهيومن بادي راح نعرف السامبلز اللي ناخذها من ال patient راح يكون هو السامبل هو CSF وأيضا النزل ديسشارج بالإضافة إلى البلاس سامبل. هذه السامبلز اللي أخذها راح أتعامل معها بداية أسوي لها direct examination بعمل weight smear وأيضا stain smear وفحصها under the microscope. أيضا راح أعمل cultivation on agar طبعا، وهذه هنا راح يكون هي الأجار اللي استخدمه هو non nutrient agar plates seeded with gram negative bacteria. طبعا بعد عملية الانكوبيشن راح تظهر النتيجة عن طريق ملاحظة إذا كانت السامبلز يعني تحتوي على النجليريا فالاري، فراح ألاحظ observing feeding tracks on agar media containing a film of E. coli. نعم بهذا الشكل. بعد عملية الكالتيفيشن راح تظهر وألاحظ الفيدينج تريكس هذه الأنفاق أو الأخاديد أو الحفر نتيجة شنو؟ طبعا on agar media نتيجة تغذية الأميبا على الجرام نيجاتيف بكتيريا اللي راح تكون الإي كولاي. وأثناء عملية التغذية تغذية الأميبا على هذه البكتيريا راح تتكون هذه التريكس فيدنج تريكس. ولغرض التأكد من أنه هذه الأميبا هي النجليريا فالاري أخذ عينة سامبل من هذه التريكس، راح تكون طبعا هنا أخذ من نهاية
هذا النفق أو هذا التراك، أخذ منه وأفحصه، أسوي له دايركت إكزامينيشن أندر ذا مايكروسكوب وأتأكد من وجود الأميبا. أيضا من الطرق التشخيص الأخرى هي المولكيولار ميثودز باستخدام طريقة البي سي آر. أيضا من طرق التشخيص مستخدمة لتشخيص الإصابة بالميجلاريا فالاري هي الإيميجن ميثودز باستخدام سي تي سكان أند الإم آر آي. الأكانثاميبا سبيشيز. They have been isolated from soil, fresh and brackish forest. The morphology of Acanthamoeba راح تكون تحتوي على cis and trophozoid forms. There's no flagellated form. بالنسبة للتروفوزويد of Acanthamoeba راح يكون هو it's larger than Naegleria فالاري. أيضا راح يمتاز الاحتواء على السيدوبوديا، لكن السيدوبوديا هنا تكون سباين السيدوبوديا، هذه هنا تكون شوكية يطلق عليها الأكانثوبوديا. الأكانثوبوديا النوكليوس أيضا راح يكون حامل على سينجل نوكليوس تحتوي على سنترال كاريوسو. أما الطور الآخر اللي هو السيست ستيج راح يكون حاوي على نقطة مهمة أو صفة مهمة، هي يكون يمتلك على الدبل وول، الأوتر يكون رينكلد يطلق رينكلد أكتوسيست and inner endocyst. طبعا راح هذا السيست that may be hexagonal, star shaped or polygonal أو حتى يكون spherical. نانا راح يتخذ أشكال مختلفة ومتعددة، لكن أهم نقطة تميزه هو احتواء على ال double wall. هذا ال wall راح يكون الخارجي أو الإكتو يكون wrinkled والداخلي يطلق عليه ال endocyst. هنا أيضا هي الصورة أخرى توضح السيست of Acanthamoeba species. Mode of transmission راح يكون عن طريق three ways. أما عن طريق البروكن سكين أو عن طريق الآل أو عن طريق النمس. قلنا راح يكون الأميبا تدخل by three ways للهيومن. كل مكان راح يسبب لنا infection تختلف عن infection اللي تكون عن طريق الدخول بطريقة أخرى. فمثلا إذا دخلت عن طريق الآي راح يسبب لنا هنا السيفير كريتايتس of the eye. اما اذا دخلت عن طريق ال broken skin او ulcerated skin هنا راح تسبب لنا skin lesion طبعا in individuals with compromised immune system.
يعني راح تكون opportunistic infection. أما إذا دخلت عن طريق ال nasal passages to the lower respiratory tract، هنا لا راح تسبب لنا أيضا إصابة تختلف عن الإصابة اللي قبلها اللي راح تكون هي granulomatous amoebic encephalitis. طبعا أيضا اللي هي تكون in individuals with compromised immune system. بالنسبة للإنفكتيف فورم هي راح تكون الـ two stages، يعني راح تكون التروفوزويد والسيست stage، هي راح تكون اثنيناتهم إنفكتيف فورم. بالنسبة للـ diagnostic stage هي راح تكون أيضا عبارة عن cyst and trophozoid in tissues. هنا الحالة راح تختلف عن الإصابة أو عن life cycle للنجليريا فالاري. هناك قلنا diagnostic stage وفقط التروفوزويد والسيست نهائيا ما راح يكون موجود داخل الهيومن بادي. اللاب diagnosis of Acantha amoeba species، طبعا راح تكون هنا السامبلز مختلفة حسب مكان الإصابة، يعني مثلا عندما تكون الكريتايتس أو الأميبا كريتايتس هنا راح السامبل هو راح يكون عبارة عن الكونيل سكرابينج أو كونيل بايوبسي. أما إذا كانت بالسكن أو سكن ليجن راح يكون هو السكن سكرابينج السامبل. ايضا اذا كانت الاصابه بالبرين راح تكون هي السامبل هو السي اس اف بالاضافه الى البلاست سامبل. راح اتعامل معها هذه السامبلز المتعدده. طبعا اول شيء راح اسوي لها دايركت اكزامينيشن، اعمل لها ويت اماونت اكزامينيشن او بيرمننت ستيننج، والاحظ وأفحص under the microscope وجود الأميبا. طبعا إذا كان هو التروفوزويد راح يكون قلنا الشيء أو الصفة المهمة diagnostic feature إلا هي وجود الأكانثا بوديا. أما السيست راح يكون هو يعني بتشخيصها بوجود الأوتر رينكلد إكتوسيس. ايضا من الطرق التشخيص الاخرى هي الكالتيفيشن اون نوتريانت اجار وذ بكتيريال سبليمنت، مثل ما ذكرنا بحاله الاصابه او بالنجليريا فالاري ايضا استخدم النون نوتريانت اجار سيدد وذ جرام نيجاتيف بكتيريا. المولكيولار ميثودز استخدام تقنية الـ PCR أيضا من الطرق المهمة بالتشخيص الـ Acantha amoeba species، بالإضافة إلى استخدام طريقة الـ Indirect Fluorescent Antibody Technique. هذه الصور يعني توضح لنا هنا الإصابة بالأميبيك كريتايتس، وهنا طريقة أخذ العينة من الـ Infected Eye ومن ثم أفحصها under the microscope أو أتعامل معها قلنا بأحد الطرق الأخرى اللي ذكرناها قبل قليل. هنا أنا هذه توضح الـ solution اللي نحفظ به اللنسز اللي هي تكون طبعا هذا solution هو أحد طرق أو وسائل العدوى للإصابة بالأكانثا أميبا. هذا كل ما يتعلق بمختبرنا إن شاء الله اليوم. طبعا thanks for listening. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.